السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي، أش أخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون في أحسن الأحوال. هلا اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم واحد البسبوسة ساهلة ماهلة. إذا ندوزو المقادير بلا ما نطول عليكم. جوج بيضات، جوج كيسان شاي ديال اللبن، شاي كيسان صغار، واحد كأس زيت المائدة، واحد كأس الليمون، عصير ليمون، قشور الليمون كذلك، قليل من الملح، معلقة ديال الخل، ثلاثة ديال المعالق كبار ديال السنيدة، واحد فاني، وجوج خمارات، ما يعادل كأس ونص ديال السميدة، وجوج كيسان ديال الدقيق. إذا نبداو على بركة الله. ندير جوج بيضات، نضربوهم هما وسنيدة، ثلاثة المعالق كبار ديال السنيدة. دير غادي نطربوهم مزيان، هاد البسبوسه الصراحه كتجي زوينه هائله وخفيفه، المقادير ديالها بساط بزاف بالنسبه اللي غادي يديرها، وكتعجب الوليدات وحتى الناس الكبار. كيجي فيها المذاق ديال الليمون هائل، وراه درت في قشور ديال الليمون تما، طربتهم مع سنيده والبيض، دونك سنيدة والبيض وقشور الليمون طربناهم مزيان. غادي نضيفو شويه ديال الملح، ثم معلقه ديال الخل، معلقه كبيره، واحد فاني، نضيفو اللبن، جوج كيسان شاي صغير، ونطربو، نطربو مزيان دائما. الكيك او اي حاجه اللي طربت مزيان كتجي زوينه. غادي نضيفو زيت المائده وزيت الفيور، كاس ليمون، عصير ليمون، نعاودو نطربو. درت معكم الطريقه كل التفاصيل ديالها، فيديو درته بلا مونتاج، محيت فيه حتى حاجه. دابا غادي نضيف السميده شويه بشويه، يعني 6 المعالق كبار او ما يعادل كاس ونص ديال السميده. ثم جوج كيسان ديال الدقيق، ما يعادل هاد المعالق كبار، نعم، جوج كيسان ديال الدقيق، وكأس ونص ديال السميدة. غادي نطربو، نطربو حنا، نزيدو الباقي ديال السميدة والدقيق اللي بقى لينا. عاد نضيفو الخمارات،
ضفنا السميده والدقيق اللي بقى لينا، غنطربو ونضيفو الخمارات. صراحه كتجي هائله بزاف وطباه شيشه. بعد ما كطيب كنسقيوها بعصير الليمون طيب مع السكر، يعني سيرو ديال الليمون. اللي غادي نديرو دابا الخمارات، كنصحكم البنات باش تجربوها، صراحه كتجي هائله. شي زوينه بزاف، غادي تعجبكم. كيكون فيها المذاق ديال الليمون كيجي هائل. حاولوا نخلطوا مزيان، معلقه ديال الخشب. واخا الصراحه خلطنا بالطراب، ولكن نعاودوا نحركوا بمعلقه الخشب باش ما نخليو حتى حاجه. يعني غادي نجيبو المول اللي هو ديجا دهناه بالزبده ورصينا عليه الدقيق وخليناه من قبل. هذاك اول حاجه تنوجدوه، والفران سخناه من قبل على درجه حراره 180. راه اللي كطيب الكيك راه غادي تعرف انه يعني كل وحده والفران ديالها. كاين اللي كيسخن دغيا، كاين اللي كيتسنى اللي كيتعطل. شفتوها كي جات زوينه. طربناها مزيان. دائما السر تيكون في ان الكيك او البسبوسه او اي حاجه تبغي تطرب مزيان. احنا خونا في المول، دابا غادي نديروها في الفران باش تطيب. كتجي زوينه البنات، غير جربوها غادي تعجبكم بزاف. برا البنات نديرها في الفران من بعد ما طيب. احنا غادي نخرجوها، هيا كي جات بعد ما طابت. دابا غادي نسقيوها بالليمون اللي هو ديجا طيبناه، الليمون مع سنيده. يعني نديرو لها السيرو، نخليوها تشربو. فوالا هيا كي جات. بعد ما سقيناها مزيان ودردرنا عليها شويه ديال الكوك، نقطعها معكم باش تشوفوها كي جات. صراحه جات هائله، كتلاحظوا معايا جات زوينه بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا علي الخبر، ودائما ما تنسونيش بلي جيم ولي كومونتير وبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم. شكرا بزاف، الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.